كيف كنا حين كان الإسلام يحكم؟ أقوى جيش في العالم لقرون، أقوى اقتصاد في العالم لقرون، أكبر حضارة في التاريخ البشري امتدت لقرون، بلغت حدودنا الصين شرقا والمحيط الأطلسي غربا وجنوب فرنسا شمالا وأدغال أفريقيا. الجانب العلمي، أبو البركات بن ملك البغدادي مكتشف قوانين الحركة قبل نيوتن بخمسة قرون، كتبه موجودة في مكتبات أوروبا ومترجمة بالإنجليزية والفرنسية في عصر نيوتن. ابن سينا مكتشف دودة البلهاريسيا والالتهاب السحائي. من هو مكتشف الجاذبية الأرضية؟ البيروني قبل نيوتن، هو من علماء القرن الثالث الهجري، قال بالنص الأجسام تسقط على الأرض بسبب قوى الجذب المتمركزة فيها قبل نيوتن. لكن الغرب لصوص يسرقون علوم الأمم الأخرى وينسبونها لأنفسهم، حقد. البيروني رحمة الله عليه هو الذي فسر ظاهرتي الخسوف والكسوف، هو الذي وضع أسس نظرية لقياس نصف قطر الكرة الأرضية، وتحدث عن كروية الأرض وتحديد خطوط الطول والعرض، وقال أن سرعة الضوء أكبر بكثير من سرعة الصوت ومن سرعة دوران الأرض. هؤلاء قبل نيوتن. لكن كما قلت الغرب لصوص، كما يسرقون ثروات الأمم الأخرى، رأى العالم بأجمعه كيف يسرقون ثروات العراق وثروات أفغانستان وثروات الصومال عندما دخلوها واحتلوها، حقول نفطية يسرقونها من سنين طويلة. They lied. Okay. They said there were weapons of mass destruction. There were none, and they knew there were none. There were no weapons of mass. Okay. We've taken control of the oil in the Middle East, the oil that we're talking about. كما يسرقون ثروات الأمم الأخرى فهم يسرقون علومهم وينسبونها إلى أنفسهم. من هو أول مخترع لبندول الساعة؟ ابن يونس المصري المسلم. لكن الغرب ينسب اختراع البندول إلى غاليليو غاليلي في القرن السابع عشر، مع أن العالم المصري اخترعه قبله بقرون. أبو بكر الرازي هو أول مخترع للخيوط المستخدمة في العمليات الجراحية. في السابق كانوا يستخدمون الخيوط العادية بعد العمليات الجراحية، الجراح الداخلية، لكن هذه الخيوط كانت لا تتحلل فتسبب مضاعفات خطيرة، فاخترع خيوط تتحلل في داخل الجسد، وانتشرت طريقته بعد ذلك في العالم كله. لولا الله ثم الخوارزمي المسلم مكتشف الخوارزميات لما كان هناك حاسوب ولا علم برمجيات ولا آيفون في يدك ولا في يد الغرب أيها المتخلف. ولولا الله ثم ابن الهيثم الذي وضع نظريات الانعكاس وأجاب على أخطر سؤال يتعلق بالبصريات، وهو كيف نرى؟ كيف نرى لما كان في يدك ولا في يد الغرب كاميرا أيها المتخلف؟ الجزري، شوف اختراع العجيب، هو الذي وضع أسس اختراع المحرك، هو مبتكر المضخات المائية والآلات لرفع الماء وغيرها من الآلات التي زادت من الإنتاج الزراعي للحضارة الإسلامية أضعاف مضاعفة. وهو مكتشف الجزري النظرية القائلة أن الحركة الدائرية يمكنها أن تولد قوة دافعة إلى الأمام. تسمع كلام المنصفين وهم قلة طبعا من الأمم الأخرى، منهم المؤرخ الفرنسي دريبار يقول نحن الأوروبيون مدينون للعرب، يقصد المسلمين كانوا يطغون على المسلمين العرب، نحن الأوروبيون مدينون للعرب بالحصول على أسباب الرفاه في حياتنا العامة، هم الذين علمونا الحفاظ على نظافة أجسادنا. يقول أيضا إنهم عكس الأوروبيين الذين لا يغيرون ثيابهم إلا بعد أن تتسخ وتفوح منها رواح كيئة. يقول كانت قرطبة تزخر بحماماتها 300، يقصد العمومية غير الخاصة، في حين كانت كنائس أوروبا تنظر إلى الاستحمام كأداة كفر وخطيئة. مكتبة قرطبة كانت تحوي 400,000 كتاب في ذلك الوقت. كانت قرطبة
تحتوي على 50 مستشفى قبل أن تعرف باريس مستشفى ب700 عام. كان في قرطبة 50 مستشفى قبل أن تعرف باريس المستشفيات ب700 عام. المسلمون هم أول من غلف الأدوية المرة بغلاف سكري كي يستسيغ المريض. المسلمون هم أول من عقم أدوات الجراحة قبل العملية. المسلمون هم أول من استخدم المستشفيات المتنقلة. المسلمون هم أول من اكتشف كروية الأرض وحركتها حول الشمس قبل كوبرنيكوس بقرون. نعم، كنا أمة أمية لا نعرف القراءة والكتابة. ما الذي جعلنا في فترة وجيزة نصل إلى هذه الحضارة العظيمة، إلى هذا الاهتمام بالعلم والخلق في آن واحد، إلى هذا الاهتمام بالجسد والروح؟ ما هو العنصر الجديد الذي دخل حياتنا فغيرها وأنارها؟ لا شيء سوى الإسلام. إذن السر في الإسلام. الإسلام دين العلم، دين القوة، دين الخلق، دين الحضارة. الإسلام دين العلم.